مرحبا، إن شاء الله اليوم راح أشرح قطعة After School، وهي القطعة الأخيرة بالمستوى الرابع كوحدة أولى. طبعا مش كامل. نبلش إن شاء الله من هون. After School In England, almost 50% of the school leavers go on to higher education. يحكي لنا في إنجلترا تقريبا 50% من الخريجين بيروحوا عشان يكملوا تعليمهم العالي. The figure has not always been as high as this. بحكي إن هاي النسبة ما اعتادت إنها تكون كبيرة هالقد. يعني نعرف إنه 50% نسبة كبيرة. والاختلاف اللي حدث هون إنه زمان ما كانت كثيرة وهلأ صارت نسبة عالية. 20 years ago, it was closer to 30%, and 30 years before that. It was only about 5%. تمام؟ بيحكي لنا هون إنه قبل 20 سنة كانت هاي النسبة قريبة فقط ل 30%. وهذا الإشي كمان بيورجينا الفرق بين زمان وبين هلأ بنسبة التعليم أو تكميل التعليم. وكانت برضو قبل 30 سنة قريبة بس فقط ل 5%. يعني منلاحظ اختلاف شاسع ما بين 5% 30% وحد هلأ وصلت 50%. Another huge change. طبعاً إحنا دائماً نحكي لما يكون في عندي كلمة another، بعرف إنه ذكرت أو ذكر سبب أو ذكر نتيجة أو ذكرت نقطة مسبقاً. إذا هو مر في تغير آخر، إذا التغير الأول إنه نسبة خريجي المدارس أو سوري خريجي الجامعات بيروح يكملوا ماستر دكتوراه تعليم عادي صار 50%. التغير الثاني has been financial، هو عبارة عن تغيير مالي. Financial معناها مالي. Before سنة 98, higher education in the UK was completely free for UK citizens. يعني التعليم العالي كان ببريطانيا كان تماما مجانا للمواطنين، يعني ما يدفعوا أي رسوم. Since then, tuition fees have been introduced. يعني بعد ذلك الوقت صارت أقساط الدروس أو أقساط التعليم موجودة وتيحت إنه يصير في عنا أقساط. إذن في عندي هون أنا تغييرين. التغيير الأول الذي حدث إنه نسبة خريجي الجامعات اللي بيكملوا تعليم عالية صارت 50%. والتغير الثاني هو تغير مالي. يمكن حكينا اشرحوا كيف تغير مالي، نحكي له إنه الأقساط صارت متاحة بعد سنة 98. Most students borrow this money from the government. يحكي لنا هون إنه معظم الطلاب يقترضوا. Borrow معناها يقترض. هاي الفلوس من الحكومة. They طبعا عائد على most students. They don't have to repay it immediately. It عائد على this money. Oops, دقيقة شوي. Okay. حكينا إنه الإت عائدة على this money. هاي الإت عائدة على this money. وحكينا they عائد على most students. Okay. They don't have to repay it immediately. يعني الطلاب يلي بياخدوا قرض من الحكومة مش واجب أو مش ضروري إنهم يسدوا بشكل مباشر. Instead, they pay it back slowly out of future earnings. يعني they برضو عائد على most students والإت عائد على this money. Despite the high cost. يعني قلنا على الرغم من التكلفة العالية. Most students choose to study away from home. يحكي لنا على الرغم من إنه التكلفة عالية إلى إنه معظم الطلاب بيختاروا إنهم يدرسوا بعيداً عن موطنهم. تمام؟ Okay. A recent survey يحكي لنا باستطلاع عن حديث of 17,000 students revealed that only 700 or 7% wanted to stay at home while they studied for their degree.
على الرغم من التكاليف العالية إلى أنه في طلاب بدهم يدرسوا بعيداً عن موطنهم. وحكينا هون أنه باستطلاع حديث ورجونا أنه في 17 ألف طالب أظهروا أنه 7% منهم فقط بدهم يدرسوا بموطنهم عشان الشهادة. There عائد على 7% of students، 7% من الطلاب اللي بدهم يدرسوا بموطنهم. تمام؟ ما بقدر احكي 7% لحالها، بحكي 7% من الطلاب. اوكي. اوكي. Of course for most young people living away from home means borrowing even more money from the government. بحكوا لنا هون على الطبع من انه معظم الشباب بعيشوا بعيدا عن موطنهم، الا انه هذا اصلا يعني انه رح تلفهم العديد من او الكثير من الفلوس انهم يقترضوها من الحكومه. يعني العيش بالنسبه لهم برا البلد وباعتباره اقتراض المزيد من الفلوس. ف so why don't the students choose to avoid that by staying at home where they don't have to pay rent؟ يحكي لنا هون زي نصيحه، ليش ما الطلاب بيختاروا انهم يتجنبوا الدين، ديت معناها الدين، عن طريق البقاء في الموطن تبعهم where they don't have to pay rent، يعني حيثما لا يحتاجون انهم يدفعوا اجار بيوت. يعني اي حدا بيدرس برا بده يدفع اجار بيت وسكن يعني واكل والى اخره. فهون طريقه so why don't students، هاي عباره عن نصيحه. Most of them، them عائد على students، say that they want to move to the university of their choice. يحكي لنا هون إنه معظم هدول الناس أو معظم هدول الطلاب بيحكوا إنه أو سبب من أسباب عيشهم برا إنه بدهم يدرسوا بجامعة من اختيارهم rather than the nearest one، بدلا من إنهم يدرسوا بجامعة قريبة من موطنهم. Another strong motive، يعني بيحكي لنا هون تحفيز آخر قوي اللي هو الرغبة، desire معناها الرغبة، to live in a new culture، العيش في ثقافة جديدة. إذا أنا هون لي حافزين بحفزوا الطلاب إنهم يدرسوا برا البلد، أول حافز إنهم بدهم يدرسوا بجامعة من اختيارهم، والحافز الثاني إنهم بدهم يغيروا الثقافة اللي هم عايشين. Where do these students live؟ أين يعيش هذول الطلاب؟ يعني هل أو مسافروا بدهم يدرسوا برا؟ إحنا هون رح نتعرض لذكر الأماكن اللي بيسكنوا فيها. Many have rooms in halls of residence. بحكينا هون العديد منهم يمتلكون سكنات، سكن جامعي يعني. Especially in their first year. They're عائدة على these students. إذا بيكون عندهم سكن. Others rent flats or houses. يعني وآخرون بيكون عندهم شقق، سوري بيستأجر شقق أو بيستأجروا منزل. A lucky minority live in property that their parents have bought for them. يعني بيحكي لنا أقلية قليلة. هلا إحنا أول شيء ذكرنا السكن الطلابي وذكرنا أجار المنازل وأجار الشقق. هون قلة قليلة من هدول الطلاب بيعيشوا في أماكن أهلهم اشتروا لهم إياها. يعني أنت لما تسافر برا أهلك بيشتروا لك بيت برا، يكون بيت باسمك، يعني لا تضطر تدفع أجار ولا إنك تعيش بسكن الطلاب. تمام؟ هي أقلية محظوظة بيعيشوا بمباني والد يعني والدهم والد يعني والديهم اشتروا لهم إياها. زار عائدة على a lucky minority. تمام؟ على الأقلية القليلة. ذم برضو على نفس الشيء. Most of them برضو نفس الشيء. طبعا most of them هون عائد على الطلاب بشكل عام. هاي الذم الثانية عائد على الطلاب بشكل عام. كيف يعني؟ عائد على students. هلا الطلاب يلي بيدرسوا برا شو بيحتاجوا يعرفوا؟ need to learn to cook، يتعلموا الطبخ.
حتى لو كان سواء شاب أو بنت إلى آخره، بتعلموا الطبخ. Do their own washing. They're برضو عائد على students. يعني يقوموا بالغسيل and manage their time and money. ويتدبروا فلوسهم ووقتهم. إذن الفقرة سهلة. أول شغلة نذكر الأشياء الرئيسية. حكينا في عندي تغييرين حدثوا في التعليم. حكينا مصدر الفلوس من وين وطريقة سدادها. حكينا على العيش برا البلد وقديش نسبة الطلاب اللي بيدرسوا ببلدهم الحقيقي أو الموطن الأصلي. وحكينا برضو مكان عيش الطلاب هذول، وحكينا الأشياء اللي بدهم يتعلموها عشان يواكبوا الصعوبات والأشياء الجديدة. خلينا نشوف أسئلة الكتاب. حكينا answer the following questions. What does the word it refer to in the first paragraph? يحكينا بالفقرة الأولى عند ضمير it على مين عائد؟ دقيقة بس خليني أتأكد. أوكي. it. هاي الات قصدهم عن هاي الات. هاي الات عائد على النسبة المئوية اللي هي 50% of school leavers go on to higher education. نسبة الطلاب اللي بيكملوا تعليمهم برا. The first paragraph contains the phrase involved another huge change. يحكينا الفقرة الأولى تحتوي على جملة مخطوط تحتها أو مظللة اللي هي another huge change. What was the first huge change? يعني هم قصدهم هيك. هذا another huge change شو هي مضللة. أنا حكيت لكم لما يكون عندي كلمة another بعرف إنه في قبلها إشي مذكور. إيش هو الأول؟ إنه the figure اللي هي 50% قصدهم. النسبة هي تقريبا مكتوبة بصيغة استنتاجية كجواب، هي النسبة 50% من الطلاب اللي بيكملوا برا. هذا هو التغير الأول. هيا شايفين الجواب. How are students able to afford to leave home? Which part of the text tells you this? يحكي لنا كيف الطلاب رح يكونوا قادرين على إنهم يتدبروا أو يعني يكون إشي متاح لهم لما يسافروا برا. شو الطريقة اللي هي they borrow money from the government. الطريقة اللي بتخليهم قادرين إنهم يسافروا اللي هي إنه يقترضوا فلوس من الحكومة. خلينا نيجي للسؤال الأول. شوف كم سؤال بس 11. Quote the sentence which shows the percentage of students who go to higher education. اقتبس الجملة التي تشير إلى النسبة المئوية يلي الطلاب بيروحوا يكملوا تعليمهم. يعني قديش نسبتهم هذول الطلاب يلي بيكملوا التعليم العالي؟ هاي إنه في إنجلترا تقريباً 50% من مغادري المدارس أو خريجي المدارس سوري الجامعات بيروحوا يكملوا تعليمهم. المهم إنها هي 50%. Two, to what the sentence which indicates that they didn't use to have a high percentage. يحكي لنا اقتبس الجملة التي تشير إلى إنهم didn't use to have ما اعتادوا إنه يكون عندهم نسبة عالية. هاي الجواب. إنه the figure hasn't always been as high as this. هاي النسبة ما كانت عالية هالقد. This عائد على 50%. خليني بس أرجع أذكركم فيها. هاي this عائد على 50%. سؤال 3. There are two huge changes about studying in UK. What are they? هناك تغييرين. Changes معناها تغييرين حول الدراسة في بريطانيا. شو هو؟ شو هم التغييرين؟ الأول رح أرجع أضل اللوبلون تاني عشان تفرقوا. التغيير الأول إنه 50% من الطلاب صاروا يكملوا تعليمهم. هي واحد.
اثنين financial. إذا بدي أجاوبها جواب كامل بدي أجاوبها إنه another huge change has been financial. سؤال أربعة. Quote the sentence which shows that UK citizens didn't use or didn't pay for fees. اقتبس الجملة التي تشير إلى إنه المواطنين البريطانيين ما دفعوا أو ما كانوا يدفعوا أقساط لتعليمهم. هاي. Before 98, higher education in the UK was completely free for UK citizens. كان التعليم ببريطانيا يعني أو طلاب البريطانيين completely free مجانا بشكل كامل. سؤال خمسة. Quote the sentence which shows the year when paying for BFOR fees became free. اقتبس الجملة التي تشير إلى إنه أو تشير إلى السنة لما التعليم أصبح سوري هاي غيروني إياها هاي بدل بدل became حطوا لي إياها was. كمان مرة رح أعيد السؤال. Quote the sentence which shows the year when paying for fees was free. اكتب الجملة التي تشير إلى السنة يلي التعليم أو الأقساط كانت أصلاً مجاناً فيها. هي 98 ما في غيرها. برضو رح يكون نفس الجواب يلي بالأحمر بس أنا أوبس سوري على الصوت يعني من before land citizens. تمام؟ لأنه هي السنة هي 98. سؤال ستة. What do most students do to complete their high education? بيحكي لنا هون شو اعتاد الطلاب أو معظم الطلاب شو كانوا يعملوا to complete. Complete يعني يكملوا تعليمهم العالي. هاي. Most students borrow this money from the government. تمام. أيهم اعتادوا إنهم يقترضوا الفلوس من الحكومة. سؤال سبعة. Quote the sentence which shows the way that students should repay the money. اكتب الجملة التي تشير إلى الطريقة يلي الطلاب لازم يدفعوا أو يسددوا فيها الفلوس. They don't have to repay it immediately. لا يجب عليهم إنهم يسددوا الفلوس بشكل مباشر. بدلاً من ذلك, they pay it back slowly out of future earnings. يسددوها من مكتسبات المستقبل بس يشتروا. سؤال ثمانية. Quote the sentence which shows the percentage of the students who choose to study at home. خلينا نحكي. أنا شوي مخربطة يعني بقدر أضبط السؤال بطريقتين. أحكي who don't هون أحكي who don't. كمان مرة رح أضيف هون كلمة don't. تمام. Cut the sentence which shows the percentage. اكتبت الجملة التي تشير إلى النسبة المئوية من الطلاب who don't choose to study abroad. الطلاب الذين لا يختارون إنهم يدرسوا برا البلد. إذا نضيفوا don't ما بين ال who ما بين ال choose. نسبة الطلاب هذول 7% واللي هم الطلاب اللي يختاروا إنهم يدرسوا وين بالبلد. A recent survey بكملها لعند degree. بس الجملة اللي بتشير إلى نسبة الطلاب هي 7%. سؤال تسعة. According to the text, there are two motives or reasons that let the students choose to study abroad. Mention them. يحكي لنا إنه في عنا سببين أو حافزين بيخلوا الطلاب يختاروا إنهم يدرسوا برا. شو هم الحافزين هدول؟ الحافز الأول إنهم
they want to move to the university of their choice. بدهم يدرسوا بجامعة من اختيارهم هي واحد. اثنين, the desire to live in a new culture. الرغبة في العيش بثقافة جديدة. سؤال عشرة, there are three kinds of accommodation mentioned in the text. List them down. بحكي لنا هناك ثلاث أنواع من الإقامات ذكرت في النص. شو هم الثلاث إقامات أو ثلاث أنواع من الإقامة؟ أول واحدة رح تكون rooms in halls of residence, rent flats or houses. الأولى سكنات, الثانية شقق استئجار الشقق أو الفنال المنازل, والثالثة in property اللي هي المنازل الخاصة. 11, there are many things that students who study abroad should learn. What are they? يحكينا في عندي العديد من الأشياء يلي الطلاب لازم يتعلموها لما يسافروا برا. شو هم؟ راح تكون to learn to cook, do their own washing, and manage their time and money. هدول الأشياء اللي لازم يتعلموها. هيك بتكون الفقرة خلصت. كتير بسيطة وسلسة يعني وكلماتها مش صعبة. So حاولوا احفظوا كل الكلام اللي انتم مش عارفينه عشان الترجمة, وارجعوا حلوا الأسئلة لحالكم. و good luck. You are welcome with all your questions.